هذا الملتقى اللي هو جا في وقته، لان اليوم المغرب كله يعني مشرف على تاسيس جهويه جديده وهي الجهويه المتقدمه. حنايا بغينا نساهموا فيه بقوه من اجل اولا اننا نبينوا ان النخب ديال مناطق الشمال عندهم رؤيه، عندهم توجه اللي هو اليوم كيتجلى في يعني الدفاع على مشروع ديال جهه كبيره، يعني جهه اللي تكون عندها القوه الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه باش تواجه التحديات للتنميه، ولكن ايضا اللي تكون عندها حتى المقومات التاريخيه والثقافيه الاخوان على مفهوم الاخوان والمقومات الاقتصاديه اللي هي اساسيه باش يمكن لنا نخلقوا التنميه. اذا خصنا جهه تكون قويه اقتصاديا وتكون قادره تكون كوسيله ترفع من وتيره التنميه وتوصل الشباب وجميع الساكنه اللي يعني توصلهم العيش الكريم. نحن في اخر المطاف بغينا ان الجهويه الموسعه تعطي بالملموس واحد المواطن واحد النتيجه باش يقرب لها وباش يشارك في اطار هذا المشروع الطموح اللي بغينا نبنوا به مغرب قوي. شكرا.